في يوم الاستقلال وعلى عكس العادة، السياح هذه المرة ليسوا في سن الثمانين، بل هم شباب لا يتعدى عمرهم 25 سنة، قدموا من بلدان أجنبية وعربية، اختاروا الجزائر كوجهة سياحية لهم. التجول في الأحياء وأخذ صور تذكارية أمام المعالم الأثرية والتعرف على الثقافة الجزائرية. احنا لوبجيكتيف تاعنا سي لو شونج كولتوريل دونك اون في فينير دي زيترونجي هنايا بور بارتيسيپا دي بروجي كونكري ici كي بوف فيزي لو توريزم لو سانيتير ليدوكاتيف ايتترا كوم لو بروجي لي رانا معاه دوكا ديسكوفر الجيريا دونك اون ا في فينير 10 بارتيسيپون دو ليترونجي سا فيان دو لالماني دو لاسبان دو لا فرانس لا تونيزي دو باكستان. الفكرة النمطية للجزائر قبل دخول هؤلاء الشباب تغيرت لحظة وصولهم لما تتوفر عليه من امكانيات عصرية. I came here to work on the project Discover. قبل مجيئي للجزائر لم أسمع عنها الكثير. الجزائر جميلة حتى سكانها. فقد تكلمت مع بعضهم فوجدتهم يتقنون اللغة الإنجليزية. جئت للبليدة في زيارة عمل وكانت للفرصة أن أزور العاصمة الجزائر. I'm really liking it. أول مرة نجي للجزائر. دوب ما جينا ومشينا للبليدة وتوا احنا في الجي. الحقيقة فرحانة برشا اللي يعني هوني اليوم سورتو نرى في الاحتفالات بالاستقلال في الجزائر دونك الأجواء ياسر محلاها. حتى الفرنسيون من أصول جزائرية تفاجأوا لدى دخولهم الجزائر لأول مرة. C'est la première fois que je viens à Alger donc C'est vraiment une ville qui est charmante. On voit que c'est vraiment très grand. La périphérie d'Alger, elle a l'air très grande. Aujourd'hui, c'est 5 juillet, donc il y a vraiment tous les drapeaux qui sont dehors. Et mes impressions de la ville, c'est il fait très chaud puisqu'on est l'été. Sinon, il y a plein de choses à voir. Par exemple, il y a la place de l'Émir, le jardin de l'horloge. أما الكوريون فكانت طريقة عيش الجزائريين أكثر مشد انتباههم. I was surprised about the food in Algeria because أنا جد متفاجئة بطريقة تحضير الطعام الجزائري، فالعائلة التي أقيم لديها تحضر الطعام بطريقة رائعة. إنهم أشخاص لطفاء ويحبون الأجانب. شباب جزائري يقوم بالتعريف بالجزائر سياحياً بإمكانيات بسيطة من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الشباب وبدون أي مساعدة.